شخصيات الكتاب المقدس بدون انترنت. أصدقاء المتابعين لقناة كوبتي الكوجي، برحب بيكم فيديو جديد على القناة. وفي الفيديو ده هستعرض معاكم تطبيق بيضم شخصيات الكتاب المقدس بالكامل ويشغال من غير انترنت. التطبيق موجود على متجر جوجل بلاي، واللي حملوه أكتر من 10,000 مستخدم. كمان التطبيق واخد تقييم على متجر جوجل بلاي 4.8، يعني ده شيء فوق الرائع. تطبيق سهل جدا 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 وهيعجبكم، متأكد انه هيعجبكم. كل اللي عليك فقط ان انت تدخل على متجر جوجل بلاي وتكتب شخصيات الكتاب المقدس، هيظهر معاكم في بداية البحث. او ممكن تدخل على الرابط اللي اسفل الفيديو، اللي هسيبه لكم تحت الفيديو، وتحملوا منه تطبيق شخصيات الكتاب المقدس. التطبيق مجاني، بيضم جميع شخصيات الكتاب المقدس بعهده بالترتيب الابجدي، يعني الف ب تصاعديا. كمان بيصلح لجميع الاعمار كالاطفال والفتيان والشباب والكبار. كمان بيصلح للخدام في تحضير دروس مدارس الاحد اللي بتدور حول شخصية معينة من الكتاب المقدس. ومن مميزات التطبيق انه مجاني وحجمه صغير جدا جدا، بيشتغل من غير نت، كل صفحاته من غير نت. كمان بسيط في التنقل بين صفحاته، الخط جواه انيق ومنسق وواضح جدا، سريع في استخدامه وخطه بيناسب القراءة الواضحة. كما انه بيحتوي على ميزة تكبير الخط في كل صفحة. مش بس كده، التطبيق فيه ميزة البحث، تقدر تبحث في التطبيق عن اي شخصية انت عايزها. وفيه ميزة المفضلة، يعني لو شخصية عجبتك بتقدر تضيفها للمفضلة وترجع لها وقت ما انت عايز من غير ما تبحث عنها. هنبدأ نستعرض مع بعض التطبيق بعد ما تحملوه من على متجر جوجل بلاي. هيكون ده شكل الايقونة زي ما هو ظهر قدامكم. هندوس عليه. دي واجهة التطبيق، ولو تاخدوا بالكم ان النت او الواي فاي شغال عندي. انا هفصل الواي فاي قدامكم وهنبدأ نستعرض مع بعض التطبيق. التبويب الاول او الزرار الاول بيشمل شخصيات العهد القديم. بمجرد ما بدوس عليها بتدخلني على قائمة فيها كل شخصيات العهد القديم. بشوف الاسم اللي انا عايزه وبدخل عليه. بيظهر لي الاسم زي ما انتوا شايفين تحت، واقدر من خلال الصفحة ان انا اقرأ الكلام اللي انا عايزه. لو حاسس ان الخط صغير، بمجرد ما بحط صباعين كده على الشاشة ومررهم للخارج بيكبر معايا الخط، وللداخل بيصغر معايا الخط. لو الشخصية دي عجبتني وانا عايز انها تكون عندي في المفضلة باستمرار، بدوس على صورة القلب اللي تحت، بيقول لي تم الاضافة في المفضلة. بعدين بخرج برة، اقدر من خلال صورة القلب اللي تحت، لو دوست على المفضلة هتيجي عند الشخصية اللي انا ضفتها في المفضلة، بدوس عليها وبرجع اقراها تاني. يبقى جوه الصفحة دي اقدر اكبر واصغر من خلال صباعين ان انا بضعهم على الشاشة. من خلال التلات نقط اللي فوق على الشمال بدوس عليهم، بيظهر عندنا تلات زراير. اول واحد بيودينا على التطبيقات اللي احنا عاملينها كموقع كوبتي الكوجي، موجود على متجر جوجل بلاي. اتمنى ان انتوا تدخلوا عليها وتزوروها وتشوفوا، هتلاقوا تطبيقات كتيرة هتعجبكم. الزرار الثاني هيعمل عملية إغلاق للصفحة اللي أنا فيها ويطلعني على الصفحة اللي قبلها. أما الزرار الثالث وده مهم جدا، اللي هو المساعدة، هتظهر معاكم قائمة إن هي تساعدكم على الحاجات أو إزاي تستخدموا الحاجات الموجودة في التطبيق، سواء البحث أو النسخ أو التكبير أو المشاركة أو تقييم التطبيق أو تطبيقاتنا أو مشاركة التطبيق. استعرضتها قدامكم بسرعة، لكن انتوا لما تحملوا التطبيق شوفوها على مهلكم علشان وقت الفيديو. بقفل وبعدين برجع من خلال زرار الرجوع في الموبايل نفسه او من خلال علامة الكتاب اللي موجودة تحت، بيرجعني تاني على المفضلة. لو دوست عليها تاني بيطلعني برا. ده بالنسبة للزرار الاول اللي هو شخصيات العهد القديم. الزرار التاني اللي هو بيشمل شخصيات العهد الجديد، لو دوست عليه بيدخلني على شخصيات العهد الجديد في القائمة اللي تحت. اما فوق هتلاقوا زرار للتلاميذ الاثني عشر وزرار تحتيه للرسل السبوي. يعني لو عايزين حد من التلاميذ ما بندورش عليه في القائمة دي، لا، بندخل على التلاميذ الاثني عشر وابدأ اشوف التلميذ وادخل عليه، اشوف اللي انا عايزه واقراه. ولو عايز احتفظ بيه زي ما قلنا بنضيفه لقائمة المفضلة، ادوس على علامة القلب اللي تحت بيتضاف للمفضلة. نفس الكلام مع الرسل، ادوس عليه واشوف الرسول اللي انا عايزه. ولنفرض ان انا عايز اوصل لرسول بسرعة من غير ما افضل اعمل سكرول او اطلع وانزل، بدوس على علامة البحث ونكتب مثلا على سبيل المثال في البحث برنابا الرسول. ومجرد يعني لو خدتوا بالكم، بمجرد ما بكتب حرف الب بيبدأ يجيب لي كل الاسماء اللي فيها حرف الب،
الحرف التاني الر بيبدأ يفلتر لي القايمة اللي عندي باسم أو بالأسماء اللي فيها حرف ال ب والر. أنا بدور على برنابا الرسول، بدوس عليه بيوديني على طول على برنابا الرسول، بيكتب لي اسمه تحت، أبدأ أدخل على الصفحة وأشوف اللي أنا عايزه من الصفحة، لو عجبتني بضيفها للمفضلة أو ما ضيفهاش. بعد ما بشوف الشخصية بطلع منها بزرار الرجوع. هرجع على شخصيات العهد الجديد، نفس القصة، لو أنا بدور على اسم معين أقدر من خلال علامة البحث أدوس عليها ونختار مثلا على سبيل المثال بطرس ب ط، على طول بيجيب لي بطرس، بيكتب لي اسمه تحت بطرس الرسول عشان يعرفني أنا فين. هبدأ أطلع وأنزل، برضو نفس الكلام معايا بيكبر ويصغر، ممكن أضيفه للمفضلة أو لأ. برجع ورا لواجهة التطبيق، لو أنا عايز المفضلة ممكن أجيبها من شخصيات العهد القديم أو من شخصيات العهد الجديد، مجرد ما بدوس عليها وأدوس على علامة القلب اللي تحت بيجيب لي كل اللي أنا ضفته في المفضلة. أما بره في واجهة التطبيق هتلاقوا زرارين تحت، أول واحد اللي هو على اليمين بنكتب فيه انضموا ل50,000 على يوتيوب، ومن خلال الفيديو ده أنا بحب أشكر 50,000 شكر لكل واحد موجود على قناة كوبتي كوجي على يوتيوب. تقدروا لو انتوا بتشوف الفيديو ومش مشتركين في القناة تقدروا من خلال الزرار ده، بيوديكم على طول ان انتوا تشتركوا في القناة. اما الزرار التاني فدي جميع التطبيقات اللي تم برمجتها، التطبيقات دي كلها فيها مسيحي وفيها تطبيقات تقدروا تستخدموها مفيدة جدا جدا. ادعوكم لزيارة موقعنا على جوجل بلاي، زي ما انتوا شايفين ان هو بشكل جمالي منسق والالوان جذابة والخط واضح جدا جدا. لو حبينا نخرج من التطبيق بتيجي معانا رسالة الخروج زي ما انتوا شايفينها وبتدينا عدة اختيارات. لو انت عايز تخرج من التطبيق مباشرة بتدوس على كلمة نعم، لو انت عايز تفضل في التطبيق بتدوس لا. تقدر تقيم التطبيق، وده اللي اتمنى ان كل واحد بيستخدم التطبيق يدخل ويقيم التطبيق ب5 نجوم على متجر جوجل بلاي، لان التقييم بيعمل عملية انتشار للتطبيق ويقدر يوصل لكل الناس. والزرار التاني عبارة عن المزيد او تطبيقاتنا على جوجل بلاي، بمجرد ما بندوس على نعم بيخرجنا بره التطبيق، لو دوسنا على التقييم بيودينا على جوجل بلاي نقيم التطبيق، لو دوسنا على مزيد من التطبيقات بيودينا على صفحتنا على جوجل بلاي تقدروا تنزلوا منها اي تطبيق. وده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم. لو عندك اي اقتراح انا يشرفني ويسعدني جدا ان انتوا تكتبوه تحت التطبيق علشان نعمل ان احنا نطور التطبيق من خلال كلامكم ومن خلال تعليقاتكم. وزي ما نبهت ما تنسوش تقيموا التطبيق ب5 نجوم، لان دي حاجة بتفيد التطبيق وتبقوا ساهمتوا معانا في نشر التطبيق ونشر خدمته. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، الى ان القاكم فيديو جديد، اترككم في رعاية المسيح وجاي خان بتشويس، وما تنسوش الاشتراك في قناة اليوتيوب. سلام.